يقول: ما المراد بالبدوي الذي مر ذكره؟ هل هو من السلف الصالح؟ هذا من أهل مكة، من أهل مكة، أصله من أهل مكة، وادعوا له أنه ولي وراح، ويقولون عاد أنا ما أدري هو صحيح، أنه دخل في المسجد يوم الجمعة في مصر وبال في المسجد وطلع ما صلى ولا جاه عقوبة، قالوا هذا ولي، ما جاه عقوبة هذا ولي، قاموا وبنوا على قبره ضريحا وعبدوه، هذا أصله. نعم.